تهديد ووعيد ومناورات عسكرية إيرانية في الجزر المتنازع عليها مع الإمارات العربية المتحدة، وتصعيد من طهران حيال حقل النفط المتنازع عليه مع السعودية والكويت. تطورات متسارعة تنبئ بنهاية التقارب الإيراني الخليجي والعودة إلى نقطة الصفر. مناورات الاقتدار التي أطلقت في جزيرة أبو موسى ومحيط جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وهي الجزر المتنازع عليها مع الإمارات، بمشاركة قائد ميليشيا الحرس الثوري حسين سلامي وقائد سلاحه البحري علي رضا تنقصيري ومسؤولين إيرانيين آخرين، بهدف الدفاع عما وصفتها طهران من الجزر الإيرانية في الخليج وأمن المنطقة المائية. التوترات الخليجية الإيرانية لم تقف عند المناورات في الجزر المتنازع عليها، بل إن الخلاف على حقل الدرة النفطي وصل لأوجه على ما يبدو، حيث أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن بلاده لن تتنازل قيد أنملة عن حقها في الاستخراج من الحقل المتنازع عليه مع الكويت والسعودية، وذلك بعد يومين فقط على تصريح المتحدث باسم خارجية طهران ناصر كنعاني أن بلاده تدعم ما سماه الحل الودي للقضايا الحدودية والبحرية مع الجيران، مؤكدا أن حقل الدرة أو آرش بالتسمية الإيرانية مشترك مع الكويت ويجب استخدامه على هذا الأساس، وسط توقعات بأن تلقي التطورات الجديدة بظلالها على العلاقات بين دول الخليج العربي وإيران بعد فترة قصيرة من الهدوء والتقارب.